ومشاهدينا نصب عليكم من جديد. والمبادر وائل الموقدي اجانا من سلفيت مباشره من سلفيت من فلسطين الى الاردن للديوان الملكي حتى يعيدنا ويعيد الاردن وجلاله الملك بعيد الاستقلال. طبعا رحله طويله اخذت معاه، لكن هاي مبادره في غايه الاهميه وفي غايه الجمال. اليوم راح يكون معنا وائل حتى نتعرف اكثر على هاي الرحله. صباح الخير. صباح النور. هلا كيفك وائل؟ الحمد لله الحمد تمام. لله على السلامه. الله يسلمك يا رب. لك واصل؟ والله تقريبا انا وصلت تقريبا قبل نص ساعه. قبل نص ساعه لما ابن الاذاعه والتلفزيون. يعني انت مجرد ما وصلت جيت عليكم مباشره. صحيح. يعني الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك يا رب. ومنحييك اكيد وبنقول لك الحمد لله على السلامه واهلا وسهلا فيك في الاردن. احكي لنا شو سبب رحلتك اللي جيت فيها من سلفيت من فلسطين للاردن؟ اولا كل عام وانتم بخير. وانت بألف كل عام وجلاله سيدنا بخير وكل الشعب الاردني والجيش الاردني النشامه بخير. طبعا احنا الرسول عليه الصلاه والسلام قال تهادوا تحابوا، هذه اقل هديه يمكن اني انا اقدمها لجلاله الملك وللجيش الاردني وللشعب الاردني في عيد استقلاله 69، واقول له كل عام وانت بالف الف خير. وانت بالف الف خير اكيد، والاردن بالف خير، وجلاله الملك بخير، وفلسطين واهل فلسطين كمان بالف خير. وائل احكي لنا قديش اخذت معك الرحله من سلفيت للاردن؟ والله تقريبا 7 ايام. انا انطلقت في 18/5 الساعة 9 صباحا من مبنى محافظة سلفيت. طبعا مشيت على رجلي، ما ركبت في أي وسيلة مواصلات، اعترضتني بعض الصعوبات بعض المشاكل، لكن الحمد لله كرمال الشعب الأردني كرمال جلالة الملك احنا ان شاء الله كل شيء بهون. واحنا يعني بنحب انه نشكركم على مواقف الأردن الداعمة دائما للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني. والله يعني ما لقيت في رحلتي هذا الا كل الحب كل الاحترام كل التقدير. يعني انا من حد ما دخلت المعبر الأردني عرفوني على الجسور، احترموني، قاموا بواجبي، متصرف الشؤون الجنوبية طبعا عمل لي غدا، رحبوا في. يعني أنا امبارح لما وصلت عمان كنت شوي جعان، دخلت المطعم في بنت بتحكي لأمها، يعني هذا موقف عمري ما بنساه، بنت بتحكي لأمها يما خلينا نروح ماشي هسه بس نخلص غدا. قالت لها يما الدنيا حم. قالت لها مو في معلم فلسطيني جاي ماشي على رجليه. قلت لها أنا. كاموا تصوروا معي وعن جد دفعوا عني الوجبة. يعني كل الاحترام للشعب الأردني، الشعب الخير، الشعب المعطاء، عن جد كل الاحترام. ما لقيت إلا كل وجه بشوش، كل احترام من الشعب الأردني. تسلم يا وائل. بالعكس يعني إحنا بنفتخر أكيد بكرم الضيافة، لكن أكيد أنت كمان بتستاهل ورحلتك الشاقة الطويلة. أحكي لنا شوي عن كواليس هاي الرحلة. يعني أكيد 7 أيام كان فيهم وقت راحة، كان فيهم وقت نوم، وين كنت تقضي؟ يمكن كثير ناس لما بيسمعونا بيقولوا بدنا نعرف طيب بهال7 أيام شو عمل وائل؟ صحيح في ال7 أيام أنا شوي تعرضت لمضايقات من جيش الاحتلال، لأني أنا كنت رافع العلم الأردني العلم الفلسطيني، شوي وقفوني، صاروا يحكوا معي وين رايح وين جاي. قلت لهم أنا حامل رسالة حب، رسالة مودة، رسالة سلام. صح. أنا من دعاة السلام، أنا رايح في عيد للمملكة الأردنية الهاشمية عيد الاستقلال، وبالمناسبة أنا عيد ميلادي كان في 19/5/1979. الله يخليك يا رب. احتفلت فيه تحت شجرة الزيتون الفلسطينية المباركة. حتى كتبت على التورتة، يعني مش كتبت عيد ميلادي، كتبت عيد ميلاد عيد الاستقلال للشعب الأردني 69. طبعا شوي كان في حم شديد، حر شديد، شوب، خصوصا في منطقة فصائل الأغوار. لكن الحمد لله اللي عنده إرادة اللي عنده المستحيل. يعني هذا كرد بسيط للشعب الأردني لجلالة الملك اللي أكثر من جميل، أكثر من موقف قدمه للشعب الفلسطيني. تمام. وائل احكي لنا شوي عن وائل، ايش بتعمل بسلفيت بفلسطين؟ انا مدرس لغة عربية في مدرسة يتمى جنوب نابلس. طبعا الفكرة كانت فيها فكرة شخصية، لكن برعاية عطوفة محافظة سلفيت ومدير شرطة سلفيت المقدم محمد السوالمي اللي بنتهز الفرصة وعن جد بشكره لأنه قدم لي الدعم ورافقوني طوال رحلتي. كانوا يعني يأمنوني الوجبات، الأكل، الإشي هيك. طبعا في كثير شوي في من ناس مثلا
سألت ليش مثلا دشرت مدرستك، أخذت إجازة بدون راتب، طلعت مثلا 7 أيام. طبعا أنا من ودعت أهلي، وصيت انه انا يمكن انه اتعرض اني استشهد، لكن في سبيل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في سبيل جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم، في سبيل الاردن، لانه انا كثير انا اسكن في بلدة الزاوية، ومن هنا انتهز الفرصة واوجه لاهالي بلدة الزاوية الشكر في كثير من قبور الشهداء الاردنيين، حيث كان يمثل الجيش الاردني خط الدفاع الاول عن فلسطين والقضية الفلسطينية. ايضا بقول لكل استغرب من مبادرتي، اقرأوا التاريخ جيدا، اقرأوا دور المملكة الأردنية الهاشمية تجاه القضية الفلسطينية. أنا أكثر من مرة سمعت الوسائل الإعلام الصهيونية تتحدث أنه لولا الوصاية الهاشمية، لولا الوصاية الأردنية على المقدسات الإسلامية وعلى المسجد الأقصى لهدم منذ زمن. أيضا لا ننسى فضل الأردنيين والنشام الأردنيين في تدريب أفراد الأجهزة الأمنية الفلسطينية بكل خبرة وكفاءة عالية، ولا ننسى أيضا لا زالت القوافل المساعدات الطبية والغذائية والعيادات المتنقلة في قطاع غزة، حيث كان لجلالة الملك دور كبير في إيقاف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. صحيح، هو ما في فرق أصلا بين الأردن وفلسطين، هم الدولتين يعني المتحابتين دائما وأبدا أكيد. وأهليهم دائما أهل واحد، يعني أهل مشتركين دائما، يعني إحنا إخواننا في فلسطين، وأيضا العكس صحيح. وإحنا طبعا دائما بنفتخر بجلالة الملك عبد الله أكيد، اللي عينه دائما على فلسطين، وفلسطين هي في قلب مش بس كل أردني، أيضا في قلب كل عربي. من وجه تحياتنا أكيد لأهالي سلفيت وأهالي الزاوية اللي تحدثت عنهم. وبالمناسبة هاي بدي أقول إنه إحنا في كمان فريق يوم جديد، يعني بقيادة وبإشراف الدكتورة ميساء رواجدة وسمر غرايبة زميلتنا وحازم رحاحلة، كلهم متواجدين أكيد، والمخرجين مبدعين أكيد. سالم خوالدة وأيضا علي جبور متواجدين حتى يعملوا حلقة من فلسطين كالعادة زي ما عودونا كل سنة، أيضا عن الوصاية الهاشمية على القدس وتفاصيل كتير جميلة. بناخد تقارير دائما من كل مناطق فلسطين، فهيك بكون عندنا وإحنا بنحضر هاي الحلقة شغف جميعا انه نزور فلسطين ونشوفها لما تحتويه من جمال. فاحنا بنحسدكم يعني. اهلا وسهلا فيكم عن جد في اي وقت. وانا يعني حابب اذكر لك موقف بدل على انه عن جد احنا شعب واحد وبلد واحد ومصابنا واحد. يعني قبل تقريبا 6 أشهر كنت انا وقاعد اصحابي الساعه 9 الصبح، فواحد طرح فكره علينا انه شو رايكم نروح نجيب غدا من عمان. فعن جد يعني كنا له بتمزح، قال انا هلكيت بدي اروح، فطلع هو صاحبي وراحوا جابوا غدا، وصلوا تقريبا الساعه 2 الظهر ورحنا وتغدينا عن جد، واحنا في الاراضي الفلسطينيه تغدينا من قلب العاصمه الاردنيه عمان. يعني هذا الاشي عن جد بدل على انه قلب واحد، بلد واحد، شعب واحد، قياده واحده. الحمد لله احنا يعني العلمين هي المتشابهات، الفرق نجمي، لانكم انتم عن جد نجمي. صح. وائل قديش قاعد هون عندنا بالاردن مشرفنا بزيارتك؟ والله ان شاء الله انا بحصل لي الشرف اني دائما اكون في فلسطين ودائما اكون في الاردن، لانه عن جد يعني بلدنا الثانيه وشعب واحد. والله يعني اقول لك يعني واحد يعني على سبيل المثال انه بده يتجوز واحده فبتحكي له انا بدي الامان. يعني انا عن جد شعرت بالامان، شعرت اول ما دخلت الاراضي الاردنيه، امنت على حالي، امنت على فلوسي، امنت على اغراضي، ما شعرت لا الحمد لله لا في قطاع طرق ولا في اي شيء اعترضني. كنت افترش الارض، انام بكل ترحاب، الناس تساعدني، الناس تحترمني. ان شاء الله انا بعد المقابله هذا بدي انزل على الديوان الملكي على اساس الترتيب لمقابله جلاله الملك المعظم يوم غد، وعشان اخطب قدامه واحكي له عن جد بنشكرك، كل طفل، كل اسير فلسطيني، كل باسم الشهداء، باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، باسم محافظ محافظه سلفيت، باسم شرطه سلفيت، باسم اللواء حازم عطله، يقدم لك التحيه والاجلال والاكبار، ويقول لك كل عام وأنت بألف ألف خير. شكرا لك كثير وائل، بنتمنى لك يعني زي ما تمنينا لك او تمن يعني وصلت بالسلامه عندنا بعد هاي الرحله الطويله اللي مدتها 7 أيام من سلفيت من فلسطين لعنا للاردن بمناسبه عيد الاستقلال، وحتى تيجي تهني جلاله الملك الله يحميه بعيد الاستقلال. نتمنى لك ايضا اقامه سعيده في الاردن بلدك الثاني، وانت ورايح بدنا نحملك كثير سلامات لكل اهالينا بفلسطين، ونقول لكم انتم بقلوبنا.
والله يقويكم والله يكون معاكم، لانه فعلا احنا ما بننساكم ابدا. الله يخليك يا رب. وكمان الفلسطينيين بحيوكم السلام وبهديكم السلام، وعن جد كل شبر في فلسطين بهدي الاردن وبحكي له كل عام وانت بمليون مليون خير. الله يخليك يا رب وانت بألف ألف خير. شكرا لك وائل المنقذي، وشكرا على هاي المبادرة اللي فعلا حبيت انك تهني فيها الأردن وجلالة الملك. ان شاء الله تضلكم انت وكل أهالي فلسطين والأردن ايضا بألف ألف خير. شكرا لك، يعطيك العافية. شكرا.